مصر في تاريخ خلصنا. إن هروب الطفل يسوع المسيح إلى مصر مع القديسة مريم والقديس يوسف لم يكن بالأمر الثانوي في أحداث الخلاص في المسيحية، حيث رآه أشعياء النبي قبل حدوثه بأكثر من 7 قرون، وسجل لنا هذا الحدث في الإصحاح 19. افتتح أشعياء نبوته عن مصر بصورة مفرحة قائلا: وذا الرب راكبا على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. وتسبح الكنيسة في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر قائلة: افرحي وتهللي يا مصر، قد أتى إليك محب البشر الكائن قبل كل الدهور. كان يمكن للسيد المسيح أن يلتجئ إلى مدينة في اليهودية أو الجليل، لكنه أراد تقديس أرض مصر رائدة العالم الأممي ليقيم في وسطها. واهتم الوحي بهذه الزيارة الفريدة، وبها صارت مصر مركز إشعاع إيماني حي. وكما خزن يوسف في مصر الحنطة كسند للعالم أثناء المجاعة 7 سنوات، هكذا قدم السيد المسيح فيض نعمه في مصر لتكون سر بركة للعالم كله.